يافا، ومن شواطئها ابتدت الحكاية. ركب البحر مغادراً شواطئها، راسياً شواطئ الإسكندرية. اعتلى خشبات مسرح المنصورة فأبهج الصورة. العافية. شو اللي جابك؟ من غير عصبية واسمع مني شو بدي اقول. روح بطريقك وما بدي اسمع منك ولا كلمة. كم مرة قلت لك هالحكي؟ لا تستعجل، أنا قصدي راحتك. الأسعار قاعدة بتنزل، وبكرة مش راح تلاقي حدا يشتري، وإذا لقيت السعر رخيص، رخيص كثير. هذا الحق سمعته منك أكثر من 100 مرة. عندك إشي ثاني؟ عندي إشي كثير، وطلعني قبل ما تندم. أندم على إيش؟ على كل شيء. شايف هاي الأرض اللي قدامك رايحة تنباع نمر؟ العمار بمد وبوكل الأرض. السعر هسه مليح، الحق حالك. هو من مؤسسي الحركة الفنية بالأردن، شارك بمعظم وأهم الأعمال التلفزيونية والمسرحية، متنقلاً بين العواصم العربية والعالمية. مش عند كل الناس يا ابني، في ناس كتير بدوروا على ستيرة. أبي، معلمي، صديقي، رغم المحبة التي حظيت بها إلا أن الدنيا قست عليك. طوسي، مش هيك؟ اتفضل غني وأبني لله. أبو سعيد يا أخوي، أبو سعيد. وماذا ينفعكم أن أخبركم قبل ذلك؟ مع السلامة والقلب داعي لك. فلا أختار بعضاً على بعض. علي عبد العزيز، لروحك السلام.